ايش لازم يكون عندي؟ فولتج سورس. بدي فولتج سورس، بدك بطاريه، بطاريه 9 فولت، بطاريه 9 فولت تنزل تشتريها، بتقدر تشتري بطاريه. فبدي يكون في عندي هون فولتج سورس او كارنت سورس، بس نحكي هلا خلينا نحكي فولتج سورس اللي هي بنرمز لها هنا الكتروموتيف فورس. الكتروموتيف فورس هي القوه الدافعه الكهربائيه. القوه الدافعه الكهربائيه هي اللي بتسبب لي، ممكن تسبب انه شيء، انه يصير في عندي فلو للكرنت او فلو للالكترونات في دائره كهربائيه. اذا بنرسم الشكل الها حيكون في عندي يا اما فولتج سورس هون، او بدك ترسمها على شكل بطانيه. في عندي ممانعه لسيران سريان التيار الكهربائي، مضبوط، اللي هي على شكل ريزيستنت، ما عندي بيرفكت كوندكتور، فهذا هو في ممانعه لسيران التيار الكهربائي. وهي الريزيستر ممكن افكر فيها مثلا على شكل قطعه سلاب معدنيه. ليه ممكن تكون هاي القطعه؟ كاني انا بجيب السلك، بشبكه هون، والسلك الثاني بشبكه هون، وهاي القطعه في لها طول ال، وفي لها ايش بيهمني كمان في مقاومتها، صح، كروس سكشنال اريا تبعها اللي هي الكروس سكشنال اريا اللي بتواجهني، وال اللي هو الطول تبعها. شو كان بيهمني هذا؟ تعرف مقاومتها، نوع المادة، نوع المادة، تمام. هذا بنعبر عنه ايش السيمبل اللي بنعبر عنه اذا بتتذكروا؟ الموصلية، الموصلية او عكسها الكوندكتيفيتي او الريزستيفيتي، اللي هي اذا كانت الريزستيفيتي راح تكون رو، رو هي بتختلف من مادة لمادة، او ممكن احيانا اصلا بنعبر عنها بالسيجما، مضبوط، سيجما اللي هي واحد على رو. إذا هاي المادة رح يكون فيها مقاومة. هلا أنا حتى أسبب سيران التيار الكهربائي لازم يكون في عندي فولتج سورس، لازم يكون عندي قوة دافعة كهربائية. كون إنه عندي قوة دافعة كهربائية ما بيعني إنه صار في عندي كارت، صار في تدفق، رح يصير تدفق لما بسكر هذه الدائرة. أنا هون عم براجع السيركت، بس براجع أهم مفهوم بجهزكم لإيش؟ عشان نحكي عن إيش؟ عن الماجنتيك سيركت، حتى أفرجيك التشابه بين الإلكتريك سيركت والماجنتيك سيركت. إذا هون رح يصير في عندي هلا تيار اللي هو فلو، يعني هذا هون كانه فورس بتحاول تدفش، مضبوط، في فرق الجهد. اذا رحت على القطب الموجب تبع البطاريه راح الاقي انه الالكترون او الشحنه الكهربائيه فيها طاقه اعلى من طاقه، فاحنا دائما وين ما بكون عندي في مكان في طاقه اعلى شو بصير بين الاثنين؟ بصير في فلو، مش هيك؟ اذا هون راح يصير في عندي هلا كارنت، والكارنت هذا اي هي عباره عن كولومز بير سكند، اذا متذكرين من الان، هي الشحنه اللي بتمشي بير سكند، التدفق، كميه التدفق. يعني انا كانه بصير عندي بحط انا فورس عبر المقاومه هاي، والممانعه او الريزيستنس قسناها بالاوم ورمزناها بالرمز ار، اوكي؟ فعندي كل ما كانت الممانعه هاي اقل، ايش راح يصير بالتيار؟ إذا نزلت الممانعة نزلت الريزستنس راح يزيد، مش هيك؟ كل ما زدت الممانعة شو راح يصير بالتيار؟ اللي هو طبعا شو بنسميه هذا القانون؟ هلا بنفس الطريقة في عندي كمان بنفس الحالة في عندي بقابل كل واحدة من هدول في الماجنتيك سيركتس بقابلها شيء. خلينا هاي بس ما ننساها، رح نتذكرها ونرجع لها كمان شوي، رح أنهي هذا الجزء بس عشان اقدر احط اللي بقابل الالكتريك سيركت في الماجنتيك سيركت. اذا نفس الشيء عندي في الماجنتيك سيركت، لاحظوا الريزيستنس او الريزستيفيتي او الكوندكتيفيتي، اذا ناخذ الكوندكتيفيتي اظنها سيجما الرمز تبعها، اتاكد منها المره الجايه، بتدلني على قديش سهوله انه يمشي في عندي التيار في هاي الماده، مضبوط؟ كل ما كانت هذه اعلى اللي هي واحد على رو، رو اللي هي الريزستيفيتي، هاي الكوندكتيفيتي، كل ما كانت هذه اعلى بتقول لي انه هاي الماده سهل اني امشي فيها تيار، ممانعتها قليل، ونفس الشيء مغناطيسيا في عندي شيء بقابل الريزستيفيتي، نحط الكوندكتيفيتي، نحطها بكم سيجما ونسميها الكوندكتيفيتي، الكوندكتيفيتي مش نفس الكوندكتنس،
كوندكتيفيتي هي خاصيه للماده ما بتعتمد على حجم القطعه. اذا اللي مقابل الفولتج سورس او الاي ام اف هون شيء بنسميه الام ام اف اللي هي ماجنيتو موتيف فورس. الماجنيتو موتيف فورس ام ام اف وحدتها امبير تيرنز. هلا لو انت جبت بطاريه 9 فولت جربها في البيت اذا كانك فاضي وعندك اهتمام خلال العيد. جيب بطاريه 9 فولت، بتعرف بطاريه 9 فولت المبسطه هاي؟ جيب سلك طويل مثلا طوله مترين او 3 امتار، جيب هذا السلك ولفه عدد كبير جدا من اللفات حوالين قلم او شيء. بعدين خذ الطرفين وحطهم على البطاريه، ايش راح يتكون عندك بجوز هذا الكول؟ ماجنتيك. هذا اللي هو الام ام اف، انت عملت ام ام اف الان. لسه ما صار عندي فلوكس او فلو او ايش، انا كل اللي عملته زي لو انت بالفولتج سورس رحت جبت تتذكروا زمان في هذا لما كانوا يجيبوا شيء حامض، شيء حامض ويحطوا فيه هون لوح من زنك ولوح من ماده ثانيه مش هيك، وبتكون عندي الكتروموتيف فورس، ما صار لسه عندي فلو، انا بس كونت الظروف الملائمه بحيث انه يصير في عندي، اذا انا اذا عندي امبير تيرنز هاي وحدتها اذا امبير لانك انت التيرنز لما لفيتهم وبعدين لما مرت فيه تيار شو تكون عندك؟ امبير تيرنز، هذه هي الماجنيتو موتيف فورس اللي بنسميها ام ام اف. رح اوقف هون عشان اقول احنا معنا 10 دقائق مش هيك؟ نكمل ال 10 دقائق نكمل الدبار اللي موجود هون. اذا انا بنفس الطريقه اللي عملت هناك رح اقدر اعمل هون شيء شبيه، رح اعمل الان دائره زي هذيك الدائره، فرح نعمل دائره زي هيك رح ارسم. طبعا هاي بتشبه الدائره اللي رسمناها هناك، خلينا نرسم الدائره هناك، هي بطاريه. بتكون عندي كارنت اي، عندي هون بدك تسميه فولتج او بدك تسميه اي ام اف، قوه دافع كهربائيه. شو وحده القوه الدافع الكهربائيه لازم تكون؟ فولت. فولت. وعندي هون ريزيستنس وحدتها تكون عندي كانت وحدته امبير او كولومز بير سكند اذا بدك تفكر فيها بالطريقه هاي لانها تدفق. قديش عم يصير تدفق؟ يعني كانت بدنا نفكر فيه كانه فكرته كانه تدفق. طبعا الالكترونات ما بتمشي بالعكس بس احنا بنقول تشارجز كانها بتمشي بهذا الاتجاه. هلا هون لو جيت انا جبت انت البطاريه 9 فولت تبعتك واخذت السلك هذا وعملت عدد من اللفات صار لاحظوا الكرنت وين ماشي؟ كيف ماشي الكرنت اذا دخل من هون لفوق؟ رح يكون لفوق ترى، اذا رح يكون عندي هون النورث كانه نورث بول هون، وكانه هذا هلا بحاول رح يحاول زي ما هذاك حاول، هذا عماله يحاول يمشي ماجنتيك فلوكس، هون كان هاي فلو اوف تشارجز بس هون رح يحاول يعمل ماجنتيك فلوكس تدفق مغناطيسي في هاي الماده، وهاي الماده رح نفرض انها ماده فيرو ماجنتيك، شو يعني ماده فيرو ماجنتيك؟ قابل للتمغنط تمام قابل للتمغنط. ايش المواد امثله على المواد الفيروماجنتيك المعروفه المشهوره؟ اشهرها ميتلز عامه بدي شيء محدد اكثر من الميتال لا بلاتين لا اشهر ماده فيروماجنتيك ايش هي بحياتنا؟ قابل للتمغنط لا بعدته كثير الحديد هو اشهر ماده مغناطيسيه قابل للتمغنط الحديد في حين النحاس على فكره بتشبه الهواء من ناحيه التمغنط فيش فرق بين النحاس والالومنيوم والهواء مظبوط هو موصل كويس يعني ايش اللي جاي فيه؟ كوندكتيفيتي لكن من ناحيه مغناطيسيه ولا عنده اي فكره النحاس والالومنيوم بيشبه الهواء كانه فري سبيس اذا الماده اللي فيرومغناطيك اللي فيها قابليه للتمغنط هي الحديد شو في مادتين ثانيات كمان الكوبالت والنيكل اذا فيرومغناطيك ماتيريالز كوبالت والنيكل بس اشهرهم احنا بنعرفها الحديد اذا لو انا جبت ماده حديديه قابله للتمغنط يعني يعني عندها قابليه جيده انه يتكون فيها ماجنتيك فلوكس لما بعرضها لماجنتيك فيلد لما بعرض هاي الماده لماجنتيك فيلد باتجاه معين في عندها قابليه اللي بيصير انه في داخلها في عندي هدول مجموعه المولكيولز الجزيئات هدول الجزيئات بجمعوا حالهم كانهم كلهم باتجاه واحد زي البوصله لما يتعرضوا لماجنتيك فلوكس شو بيصير فيهم؟ بروحوا باتجاه زي البوصله بالهذا كل ما زدت الماده
ماجنتيك فيلد عليها، شو بصير بمجموعه اكبر من هدول الدومينز؟ حطوا حالهم بهذا الاتجاه، بيوجهوا حالهم بهذا الاتجاه. النحاس ما في عنده قدره، طبيعه بنائه وهذا ما فيش في القدره، لكن الجزيئات الموجوده في الحديد عندها قابليه للتنقط، يعني عندها قابليه انها توجه هذا في اتجاه معين اذا صار اذا اجى عليها ماجنتيك فيلد. اذا احنا لسه الخطوه الاولى كوننا ماجنتيك ام ام وقلنا وحدته هي امبير تيرمز، فراح يكون مساوي ل ام ام اف راح يساوي ان في ار الكرنت بالامور في هذا السلك ضرب عدد اللفات، لانه كل لفه عم تعطيني جزء بتعمل كونتريبيوشن مش هيك؟ ولذلك افتح الترانسفورمر شو بتلاقي بالترانسفورمر؟ ملف عدد هائل، يمكن يكون 10,000 لفه 20,000 لفه، حتى لو كان الكرنت صغير بس لما بضرب بعدد اللفات بعطيني ماجنتو موتيف فورس، وبستعمل اليد اليمنى، بس انت لو تستعمل اليسرى، اليد اليمنى الكرنت اتجاه هيك وين صار الفلوكس؟ فكأنه هذا لو صار هذا لو فكيته هذا صار كأنه نورث بول وهذا صار كأنه ساوث بول، اللي بيطلع منه هو النورث بول، زي ما هون كان عندي من وين الكرنت بحاول يطلع، يعني هو الكرنت ما بيطلع بس كأنه الاتجاه تبع الكرنت رح يكون بهذا الاتجاه. إذا تكونت عندي الخطوة الأولى بالهون مضبوط؟ هلا هاي المادة رح يزيد اللي مقابل الريزيستنس هون رح نسميه الريلاكتنس. رسمناه بالشكل اللطيف هذا بس عشان نميزه عن الثاني، هذا رح نسميه اسمه ريلاكتنس، والريلاكتنس هو ممانعه الماده نفس الشيء. لكن قبل الريلاكتنس احنا في عندنا سيجما هون مش هيك؟ قلنا كوندكتيفيتي اللي هي قديش طبيعه الماده بتسمح بمرور التيار، نفس الشيء في عندي شيء بالقابله هون اسمه نيو اسمها البيرمابيليتي. البيرمابيليتي نيو هي تذكر السماحيه اللي هي البيرميتيفيتي، تذكر ايش اسمها بالعربي البيرمابيليتي هي النفاذيه سماحيه السماحيه تبعت الابسلون تبعت الكباسيتي اللي هي ابسلون هذيك السماحيه. في شيء بيختلف شيء بسيط، خليني اتاكد منها بالعربي بالضبط شو اسمها، تأكدوا لي منها المرة الجاية عشان اللي بيجيبها ياخذ نص بونس بوينت. مين اللي عنده نص بونس بوينت صار انت؟ كويس، هي بتكمل النص الثاني اذا بتجيب لي اسمها بالعربي الصحيح. اذا الريلاكتنس هي ممانعة هاي المادة لتكون مجال مغناطيسي فلكس ماجنتيك فلكس لما اعرضها لمجال مغناطيسي. اذا هون راح تكون عندي ماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد راح يحاول هلا يشكل فلكس يشكل عندي فلكس. طيب شو بتتوقعوا هاي الممانعة؟ راح تزيد الممانعة بالطول ولا راح تقل بالطول؟ تذكروا خلينا نرسم مرة ثانية حطينا عندنا هون الريزيستنس. هاي في عندي مادة هلا هون عم بدرس الخصائص الكهربائية، عم بدرس الخصائص المغناطيسية. هاي المادة زي البلوك وأنا هون شابك سيليكون وسيليكون. بتزيد مع الطول مش هيك؟ زي ما المقاومة هون زادت مع الطول. طب والكروس سكشن اللي شو راح تعمل؟ إذا زدت لي كروس سكشن الاريا، هلا لو أنا جبت مجموعة طلاب، في عندي مجموعة طلاب وبدهم يركضوا من مكان لمكان، وجيت حطيت أمامهم نفق صغير أو نفق رفيع ونفق ثاني عريض، وين راح تكون تدفقهم أسهل؟ بتقل الريزستيفيتي. إذا بتقل الريزستيفيتي، إذا كل ما زادت A راح تقل الريزستيفيتي أو ريلاكتنس، وكل ما زادت L راح تزيد، إذا هي بتتناسب طرديًا مع L وعكسيًا مع A. طيب وشو والريلاكتنس شو راح تتناسب مع كوندكتيفيتي سيجما او البيرمابيليتي؟ لاحظ هاي سماحيه مش ممانعه. المقاومه راح تزيد مع نيو، راح تتناسب طرديا مع نيو ولا عكسيا مع نيو؟ عكسيا عكسيا تمام. اذا عندي هون الريزيستنس راح تساوي ال على ايه؟ سيجما. والريلاكتنس هون شو بتتوقع انها بتساوي؟ ال راح اسميها ال كور لانها هي هذا المسار على ايه؟ فصارت عندي هذه الريلاكتنس. شايفين هالتشابه بين هاي وهاي؟ بتعرفوا زي ايش؟ لو جبت هذا انا وقصيته وفردته شو بصير؟ جيب سكينه من هون قص هذا وشيلته كله هون مش بصير خط مستقيم كانه؟ الطول تبعه مش بتزيد الممانعه معاه؟ والكروس سكشن كل ما زادت بصير اسهل. خذ كمان لو عندك بايب، لو عندك انبوب تنقل فيه مي، مين اسهل انه المي في انبوب عرضه 6 انش ولا انبوب عرضه نص انش؟ 6 انش.
إذا أسهل هاي. وطبعا وين حتكون مقابلة؟ لما يكون طوله 10 كيلو لما يكون طوله مترين؟ 10 كيلو نفس الهاي، نفس الفكرة بالضبط تماما. بضل هون في عندي إشي بتعلق في المادة، المواد مش زي بعض. كل مادة إحنا ندرسها مغناطيسيا، رح نحكي أكثر عن هاي، رح أوقف هلا هون، رح أكمل الماجنتيك برنسبلز المرة الجاية.